السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم المولى يا أصدقائي، أتمنى يا رب تكونوا بخير. أهلا ومرحبا بكم، أحمد صالح وفي صناعة المحتوى الاحترافي في برنامج مايكروسوفت باوربوينت. ولقائنا اليوم كيفية عرض الصوريات بطريقة أكثر احترافية وجمالية، سواء إذا كنت حابب أنك تسلط لفكرة معينة على جزء من أجزاء الصورة، أو إذا كنت حابب تصمم أساسا صوريات لحتى تشاركهم على منصات السوشيال ميديا باستخدام برنامج باوربوينت، فبأي حالة هذه الطريقة تناسبك جدا. طبعا قبل ما نبدأ أصدقائي هذا اللقاء والعديد من اللقاءات المقبلة إن شاء الله، راح أقدم لكم إياها بشرح بالواجهتين اللغة العربية واللغة الإنجليزية بناء على طلب العديد، وأنا جدا مهتم أني ألبي الجميع. لذلك إذا كنت راح تتابع باللغة الإنجليزية خليك معاي في بداية الفيديو، وإذا كنت حابب تتابع بالواجهة اللغة العربية انتقل مباشرة إلى قسم الشرح باللغة العربية. خلنا نبدأ على بركة الله، أتوجه إلى إنشاء نيو سلايد، يعني شريحة فارغة، وخلونا نلون الشريحة بأي لون آخر، وليكن عندي مثلا بلون أسود أو قريب إلى الأسود. بتوجه إلى قائمة الانسيرت، إلى بيكتشر ذيس ديفايس، ومنحمل الصورة يلي نحن مختارينها معنا اليوم. كلام جميل لحد الآن. مثل ما أنا شايفين أبعاد الصورة ليست على أبعاد إيش الشريحة، فلهيك بتوجه إلى الجروب من قائمة البيكتشر فورمات، وبنختار الاختصاص بنسبة 16:9. خلينا ننزل أسفل شوي وليكن بهذا الشكل، وبنكر بأي مكان. بنسحب الصورة إلى زاوية الشريحة وبنكر مع التكبير لحتى نحن إيش نوسع الصورة على قدر فراغ الشريحة بالضبط. رح نتوجه إلى قائمة الانسيرت يلي هي إدراج، ومن شيبس اللي هي أشكال، وخلني أختار هذا الشكل، هو عبارة عن إطار فريم أو إطار. بضغط مفتاح الشيفت لحتى يكون معي يعني قريب إلى المربع، تمام، ومنصغر يعني سمكته وليكن معنا مثلا بهذا الشكل. طيب كلام جميل، بختار له بدون خط رسم والتعبئة باللون الأبيض أو أي لون أنت بتختار. خلني أسحبه وأضعه بموضع مناسب للرأس وليكن حسب الصورة. بضغط شيفت رح نوسعه كمان حبة إضافية وليكن معي مثلا بهذا الشكل. بختار كنترول زائد دي يعني دوبليكيت أو نسخة تانية، نعمل روتيت تدوير وليكن الصورة التانية موضعا بهذا الشكل. كمان بختار كنترول زائد دي وبرجع بعمل روتيت بالعكس عشان يكونوا معانا مثلا بهذا التقابل وبهذا الشكل. الآن رح أنكر باليمين وبنعمل duplicate slide يعني نسخة تانية من نفس الشريحة، نسخة تانية من نفس الشريحة. هلأ بجي إلى الشكل الأول، بتوجه إلى shape format وبنختار edit shape وchange shape، يعني أنا رح أغير الشكل من إطار إلى مستطيل، فبتغير معي من إطار إلى مستطيل. الآن رح أحدد الصورة بالخلفية، أضغط مفتاح الكنترول أو الشيفت وبحدد هذا الشكل، وبتوجه إلى shape format وبندمج الأشكال ونختار التقاطع. كلام جميل لحد الآن. برجع إلى الصورة الرئيسية، كمان بختار منها duplicate slide، وبجي إلى الشكل الثاني بنفس الطريقة، بتوجه إلى الفورمات شيب، edit شيب، change شيب، ونختار rectangle أو المستطيل. برجع بحدد بنفس الطريقة وبتوجه إلى الفورمات شيب وبنختار التقاطع. نفس المبدأ نعمل duplicate slide، وعندي الإطار الأخير كمان بنفس الطريقة، منحول الشكل من إطار إلى مستطيل. برجع بحدد الصورة بالخلفية، أضغط شيفت مع الشكل نفسه، ومندمج الأشكال نختار التقاطع. خلني أختار الآن نيو سلايد، شريحة فارغة 100%، وخلني ألونها أيضا بأي لون عشان الموضوع يكون واضح معنا، لأن الإطارات لونها باللون الأبيض. تمام، رح نجي لهي الشريحة وباخد كنترول زائد إكس لهذا العنصر أو هذا الجزء من الصورة، وبختار كنترول زائد V. برجع إلى أول صورة اللي هي صورة رئيسية، بجي على الإطار باخده كبي نسخ وبلصقه بنفس المكان بالشريحة الجديدة. بحدد الشكلين مع بعضهم البعض يعني جزء الصورة مع الإطار، وبختار كنترول زائد G عشان يصيروا معنا جروب واحد. نفس الشيء برجع هذه الشريحة ما ضل يشغل فيها فبقوم بإزالتها، بختار الجزء الثاني من الصورة كنترول زائد X، وبجي لهون على الشريحة الرئيسية الأخيرة بختار كنترول زائد V، وبرجع إلى الشريحة الأولى اللي رسمت فيها الإطارات بختار كنترول زائد C، وبجي لهون كنترول زائد V. بحدد الشكلين يعني الصورة مع الشكل وبعمل منهم جروب بكنترول زائد G. هذه الشريحة بعملها ديليت، وبجي بختار الجزء الأخير كنترول زائد X، وهون عندي كنترول زائد V. نفس المبدأ باخذ الإطار كنترول زائد C، وبجي لهون كنترول زائد V، بحدد اثنين وكنترول مع
LG. هذه الشريحة ما ضل لأي شغل فيها إطلاقا. بحدد الآن الأشكال الثلاثة مع بعض البعض وبتوجه إلى التأثيرات وبختار شادو أو ظل للأسفل. خلنا نزيد شافية شوي ونعمل تناثر أو ضبابية اللي هي تأثير البلور. والآن بجي وبختار الصورة نفسها Ctrl زائد C وبجي على الشريحة النهائية بختار Ctrl زائد V. من Picture Format بنعطيه Send to Back يعني إرسال إلى الخلفية، وبتوجه إلى الفلاتر اللونية وبغيرها إلى اللون الأبيض والأسود. تمام، وإذا حبيت أنك تشتغل بتدرجات أخرى فالموضوع الآن متاح لك، وإذا حبيت تشتغل بالتأثيرات اللونية أنك تزيد وتنقص أيضا الموضوع جميل للغاية وكله الآن متاح. رح نتوجه إلى قائمة الأنيميشن ونفعل جزء الحركة، هذا هو جزء الحركة. تمام، نفعله. بجي إلى الصورة الأولى جزء الأول، بحدد مع الثاني مع الثالث ونختار أي حركة. خلني اختار على سبيل المثال الفيد، هي أبسط الحركات، وبختار يكون عندي اياها بعد السابق، يعني بعد ما ينتهي استعراض اول حركه ثم الثاني ثم الثالث. الان فقط اول حركه او اول تاثير، خلي يكون عندي اياها عند النقر. لاحظ الان بعد منها تبدا الاشكال بهذا الاستعراض الجميل مثل ما احنا شايفين يا اصدقاء. يعني الصوره عندي الاساس صارت عندي بالابيض والاسود، وهذه الاجزاء كاطارات جميله بهذا الترتيب اصبحت عندي بالاجزاء الملونه. هذا هو الدرس باختصار وبساطة ومهارة جميلة كيف ممكن نحن نطلع صوريات جميلة ومعبرة في تصميمنا أثناء العروض التقديمية. الآن اللي بيحب يستمر معي لحتى نشرح باللغة العربية هذا العرض بالكامل. الآن يا أصدقائي بتمنى شايفين الواجهة باللغة العربية، رح نبدأ تماما من الصفر. بعد ما قمت بتشغيل برنامج الباوربوينت رح أنقب اليمين، ومن تخطيط بنختار شريحة فارغة، بتوجه إلى أدراج صور من هذا الجهاز وبحدد الصورة اللي كنت أنا مجهزها، يعني مثلا بمجلد التنزيلات أو تسجيلات عفوا كنا مختارين هذه الصورة، وأضغط على مفتاح الإدراج. ممتاز للغاية. بتوجه إلى تنسيق الصورة وعندي قص، وبنختار نسبة العرض إلى ارتفاع 16:9، وقلت أنه نحن يعني ما رح نقطع من المساحة العلوية، فلذلك بننزل الصورة أسفل شوي وبنقر بأي مكان. بسحب الصورة إلى الزاوية وبرد إلى المقبض التكبير بهذا الشكل، بسحبها إلى الزاوية المقابلة. ممتاز جدا جدا. بتوجه إلى إدراج، ومن أشكال رح نختار الإطار، وبضغط مفتاح الشيفت وبنقر مع سحب عشان أرسم الإطار. بصغر من عرضه شوي بهذا الشكل تماما، وبختار الألو من هون بدون إطار، واللون التعبية خلي يكون عندي باللون الأبيض. تمام، رح نعمل شوية روتيت أي استدارة، بضغط شيفت وبوسع شوي حسب يعني الاحتضان يكون لمساحة الجزء العلوي من الصورة بشكل جميل، ويعني ما يتم قطع أجزاء رئيسية منها. بختار كنترول زائد ديم، بجيب الجزء الثاني لهون، بعمل روتيت تمام، وبضع الصورة أو الإطار بهذا المكان، وكنترول زائد ديم، برجع بعمل روتيت بالعكس أي استدارة بالعكس، وبسحب الإطار لهذا المكان باختصار. بعد ما نقوم بترتيب الإطارات بالأشكال أو بالأماكن والأحجام اللي نحن نحتاجها ببدأ الآن بالعمل. بضغط باليمين وبختار تكرار الشريحة، يعني أعمل منها نسخة تانية. بجي إلى الشكل الأول، بتوجه إلى تنسيق الشكل، وفي عندي شيء اسمه تحرير شكل، بتوجه إلى تغيير الشكل وبنختار مستطيل. بضغط الآن على الصورة، أضغط شيفت وعلى الشكل، وبتوجه إلى قائمة تنسيق الشكل، وفي عندي دمج الأشكال بنختار منها التقاطع. ممتاز وجميل جدا. الآن نحن لو لونت الخلفية بلون آخر يعني تمام، لازم تبرز معنا الأشكال الرئيسية مثل ما أنا شايفين بالضبط. تمام، نفس الشيء خلني أختار هون كمان لون أسود مشان لما نعمل تكرار الموضوع نعرف إيش الأجزاء اللي بقيت معنا بالضبط. برجع إلى الشريحة الأولى وباخذ منها نسخة تانية تكرار الشريحة. نفس المبدأ، بجي إلى الإطار الثاني، بتوجه إلى تنسيق الشكل، ومن تحرير الشكل ومن تغيير الشكل بنختار المستطيل. بحدد الصورة، أضغط شيفت وبحدد الشكل، ومن تنسيق الشكل ومن دمج الأشكال بنختار التقاطع. ممتاز للغاية. برجع المرة الأخيرة نعمل تكرار للشريحة. بنفس الطريقة بجي للإطار الأخير، ومن تنسيق الشكل بنغير الشكل إلى المستطيل. بضغط على الصورة ومن ثم مفتاح الشيفت، ومن تنسيق الشكل ومن دمج الأشكال بنختار أيضا التقاطع. رح ننقر باليمين ونختار شريحة جديدة، شريحة جديدة، وخلني أيضا أعبئها بلون أسود عشان المواضيع تكون كلها جاهزة وواضحة معنا. الآن بجي إلى هذه الشريحة وبختار هذا الجزء من الصورة Ctrl زائد X يعني قص، وبلصقها بالشريحة الفارغة.
برجع إلى الشريحة الرئيسية اللي أنا وضعت فيها الإطارات، بقوم بنسخ الإطار وبلصقه فوق الإطار فوق جزء الصورة الأولى، بحدد الشكلين مع بعضه البعض، أنقر باليمين، ومن تجميع بختار تجميع أو اختصارة كنترول زائد جي. هذه الشريحة بعملها ديليت، ما ضليت محتاجها. بحدد الجزء الثاني من الصورة كنترول زائد إكس، بجي لهون كنترول زائد في. نفس المبدأ، بجي باخذ الإطار كنترول زائد سي، وبجي لهون كنترول زائد في، بحدد الإطار مع جزء الصورة وبختار كنترول زائد جي، وبحذف الشريحة، ما بقت إلها أي احتياج عندي. نفس المبدأ جزء الأخير كنترول زائد في، وبرجع بجيب الإطار بالنسخ كنترول زائد سي، وبضعه بمكانه كنترول زائد في، وبحدد الصورة مع الإطار وبختار كنترول زائد جي، وبحذف هذه الشريحة. الآن بجي بختار الصورة بشكل كامل كنترول سي، وبجي لهم بضعها كنترول مع الفي، ومن تنسيق الصورة نعطيها إرسال إلى الخلفية، تمام. ومن اللون فيني أختار أي فلتر لوني، ونحن نختارنا اليوم تنسيق الأبيض والأسود. الآن بجي بحدد هذا الجزء وبتوجه إلى قائمة الحركات وبنفعل جزء الحركة. بنفعل جزء الحركة إذا حبيت تعمل تخصيص للحركة. بختار تضاؤل، تمام، بهذا الشكل، وخلي يكون عندي عند النقر. أما الثانية بختار تضاؤل لكن خلي يكون عندي بعد السابق. والثالث أيضا يكون عندي تضاؤل، وأيضا يكون عندي إيش؟ بعد السابق. فالآن نحن لو شغلنا العرض التقديمي وضغطنا لمرة واحدة، فرح يبدأ بعرض الصوريات بهذا الشكل، أو رح يتم تنسيق الصورة يعني ببيئة تفاعلية وأكتف فيها نشاط بهذا الشكل. أتمنى إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم الشيء الجميل والنافع واللائق فيكم كالمعتاد. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم، وألقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.